بدي اقول مرحبا بحلقه جديده من برنامج عالطريق. طريقنا اليوم اخترناه انه يكون باحد اهم الاسواق بمدينه دمشق، سوق الخجة، يلي بتقول الروايه انه هو سمي بهالاسم نسبه الى راغب بن رشيد الخوجه يلي شيده سنه 1895 ميلادي. وسؤالنا اليوم، تخيل انك تكون ماشي بالطريق ويجي حدا يسالك مين هو العالم العربي يلي اخترع المصباح الكهربائي. خلينا نشوف كيف حتكون الاجوبه. مرحبا. اهلا، كيفك؟ تمام؟ منيحة. أول شيء رمضان كريم. تسلم يا الله. شو عم تساوي على الطريق؟ وين رايحة؟ هلا؟ إيه. والله رايح أجيب شريحة. خط يعني؟ أوكي. سؤال لحتى نربح فيه جوائز. مين هو العالم العربي يلي اخترع المصباح الكهربائي؟ بتقدر تقولي لي مين؟ رجل آلي. رجل آلي. شو بتقول هلا لأهلك على الكاميرا بس عم يسمعوك؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير، نعطي عليهم الصحة والسلامة. عندك ولا؟ ايه الحمد لله. كم واحد وحدة؟ صبيين وبنت. بتقدر تعطيني اسم العالم العربي اللي اخترع المصباح الكهربائي؟ اديسون. من وين اديسون؟ ما بعرف والله. عم لك هو عالم عربي، فيك تقولي منين؟ لا والله، بعرف انا اديسون بس. سؤال ثاني، جاوبني صح تربحت معنا. شو اسم النهر يلي بيصب ببحيرة تدمر؟ تدمر؟ ما في بحر بتدمر. يعني عليك يا سيد مازن تربح معنا من عيادات كريستال هاي الهدية. ألف مبروك لإلك. مازن عندك بنات؟ عندي بنت. شو عمرها؟ 26. معطي الهدية كتير منيحة لإلك. صبيين الحمد لله. معطي الهدية للبنت. الله يجزيك الخير. رمضان كريم. شكرا. الله كل عام وانتم بخير حبيبي. انت بخير. شكرا لك. مرحبا اخواتي، كيفكم؟ بلشنا عندك كيف؟ الحمد لله. رمضان كريم. الله علينا وعليك. شو بتقلنا على الكاميرا؟ بقول كل عام وانتم بخير، والله هيك يعيدوا علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله، ويكون هذا رمضان يعني قومة كل الرمضانات، يكون يعني سنة خير إن شاء الله. إن شاء الله. شايفك متطقم هيك طقم حلو، وين رايح؟ والله مع رفقاتي تبع النابلسي. خلينا نبلش بالأسئلة. من عنده نبلش؟ من عنده، وركزوا كلكم بالسؤال، مين هو العالم العربي؟ أعطيني اسمه، العالم العربي يلي اخترع المصباح الكهربائي. سؤال حكي. مو عربي. شو لك؟ توماس اديسون بس هو مو عربي. ليش مو عربي؟ لك شو مو عربي؟ اجنبي. متاكد من المعلومه؟ ايه متاكد. طيب سؤال ثاني جاوبني عليه، جاهز جايز لك. كم شهر بالسنه فيه 28 يوم؟ كلهم شباط. كلهم بس كلهم مني. راحت عليك. مرحبا. الحمد لله. هلا رفيقك كان حيربح لو رد عليك وقال كلهم. كيفك؟ عارف يعني حالك اول شيء؟ محمد عياش، جاي مع رفقاتي رايحين يعني هيك نتسلى شوي. محمد بدي اسالك سؤال، جاوبني عليه فور رح تربح انت. تخيل حالك انت شوفير باص، تمام؟ وباول موقف ركز معي، نزل اثنين وطلع واحد. وبالموقف الثاني طلع اثنين. شو اسمه شوفير الباص؟ محمد عياش. محمد عياش؟ انا لانه يعني عليك ربحت معي يا محمد. محمد عندك اخوات بنات؟ ايه. شو اعمارهم؟ 30 و25. معطي هي الهدية كثير منيحة لإلهم، عيادات كريستال، تربح معنا هي الجائزة. ألف مبروك لك يا محمد. شكراً. كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير. هيك سؤال كثير بسيط. اسم العالم العربي يلي مخترع المصباح الكهربائي. العالم العربي؟ والله ما عندي فكرة، أنا بهيك شغلات لا تسألني. خبريني وين رايح هلا على الطريق؟ وين مشوارك؟ على البيت. سؤالي لك، شو اسم العالم العربي يلي اخترع المصباح الكهربائي؟ ابن سينا. يعني قربت. برشيد؟ لا غلط. حضرتك متزوجة؟ ايه. شو بتقولي هلا لزوجك على الكاميرا؟ بقول له الله يحميك يا رب وان شاء الله ترجع لي بخير وسلامة لأنه سافر اليوم على أدلب على دوامه. يلا الله يحمي يا رب ترجع لك بخير وسلامة. شكرا. رمضان كريم. خير وانت رمضان كريم عليك. شكرا. بدي اسألك سؤال. أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك. عرفني يعني اسمك؟ عمر حلبي. حضرتك بتشتغل هون؟ ايه. معلومة هيك مرأة علق، شو اسم هيك العالم العربي اللي اخترع الكهرباء؟ في عالم عربي اخترع الكهرباء، شو اسمه؟ عالم عربي؟ ما بعرف. طيب شو اسم النهر يلي بيصب ببحيره تدمر؟ نهر كثير مشهور بسوريا. تدمر؟ نهر الفرات. نهر الفرات بيصب ببحيره تدمر غيره؟ لا. فينا عندك نهر العاصي. العاصي ولا الفرات؟ ايه. مين هو اللي بينبع؟ هلا نهر العاصي بينبع من هذا النهر يلي بيصب ببحيره تدمر، نهر كثير مشهور، شو اسمه؟ هلا نهر العاصي بيطلع بيصب بالبحر، هلا ما في غير الفرات. ليش رمضان كريم؟ وعلينا وعليك يا رب. سؤال بسيط ربحك عليه جائزة، شو اسم العالم العربي يلي اخترع الكهرباء؟ عالم العربي؟ ما في عالم عربي اخترع الكهرباء. ليش؟ شو المعلومة؟ كهرباء؟ ما بعرف والله الصراحة. لا لا. طيب تعطيني اسم نهر مشهور جدا يصب في بحيرة تدمر؟
تصب في بحيرة تدمر. اشهر انهار بمدينة بسوريا. هلا بتدمر بعرف انه ما بيصب نهر فيه. طيب حلو حق الك. ايه. يلا. ايهات كريستال. عندك اخوات بنات؟ ايه. شو عمرك اختار؟ جامعة. تمام. هي لا. نعي ذات كريستال. تمام. بس تعطيها لاختك وتكون مرتبه تعطيها لا لا اكيد لا يا الف مبروك رمضان كريم شكرا عايزه تربحي معنا فيكي تعطيني اسم العالم العربي وعالم مشهور يلي اخترع المصباح الكهربائي عالم العربي كيف يعني عالم عربي ما بعرف في عالم عربي اخترع المصباح الكهربائي شو اسمه اديسون يا نقلتك طيب اوكي حغير لك السؤال كم شهر بالسنه فيه 28 يوم واحد شو هو سبات غير هيك بس ابدا يعني ممكن الاشهر فيها 28 يوم؟ لا احنا ما في 28 4 طيب انت شو بتقولي لاهلك هلا على الكاميرا؟ انه انا كثير عم بتعذب بالسير تاخذوني عم تعوقب بالسير يلا رمضان كريم شو كنتي؟ الحمد لله وين رايح هلا على الطريق؟ على بيتي والله سؤال على السريع اعطيني اسم العالم العربي اللي اخترع الكهرباء شو اسمه؟ عالم مشهور كثير أينشتاين مرحبا اهلا وسهلا ايه شو اسمه اسمي عمر لا شو اسمه العالم العربي يلي اخترع المصباح هلا انا بعرف اينشتاين يمكن انه هو كان مخترع بالكهرباء كان ذكي كثير بالكهرباء بالضبط يعطيك الف عافيه كيفك يلا مره على الطريق شو عليك معصب وراي لا ماي معصب والله الحمد لله مروق شفتك روقنا ان شاء الله دائما هيك مروق الله يبارك فيك على راسي شو رايك نسالك هيك سؤال ايه على راسي وعيني في نهر كثير شهير بيصب ببحيره تدمر شو اسمه النهر نهر الفرات ايه نهر دجلة هذا بيقولوا له والعاصي مظبوط كلهم بيصبوا ببحيرة تدمر ايه عندك اولاد حضرتك ايه والله شو اعمارهم عندي الله يخلي لك صبي وتت بنات الله يخلي شو بتقول لهم هلا على الكاميرا اذا عم يسمعك كل سنه وانت سالمين الله يخليك يا عم كريم على راسك وعليك شكرا كثير لك شكرا في عالم عربي اخترع الكهرباء تعطيني اسمه بتربح الجائزة اينشتاين شو بدك تقول لبابا وماما اذا عم يسمعوا كله؟ بحبهم ايه بحبهم كثير بتوعدهم تطلع اول هالسنه على الصف؟ ايه وعد شرف؟ ايه في نهر كثير مشهور نهر كثير مشهور بيصب ببحيره تدمر شو اسمه هذا النهر؟ ايه بعرفه انا بس ما بعرف ابدا نسيانته يعني شو بتقولي هلا لاهلك على الكاميرا اذا عم يشوفوك؟ رمضان كريم كل عام وانتم بألف خير طيب في نهر كثير مشهور بيصب ببحيره تدمر من اشهر الانهار بسوريا نهر الفرات انت شو تقول نهر الفرات كمان في نهر كتير مشهور هذا النهر بيصب ببحيره تدمر شو اسمه هذا النهر نهر مشهور كتير دجله فيكي تعطيني اسم العالم العربي اللي اخترع الكهرباء نيوتن طيب في نهر كتير مشهور بسوريا هذا النهر بيصب ببحيره تدمر فيكي تقولي لي شو اسمه النهر دجله لا بردة والله انا معلومات بالكهرباء ما كثير عندي عالم عربي اخترع المصباح الكهربائي شو اسمه خوارزمي لا ابن سينا ما بعرف ما ببالي والله والله هو ماري على راسي بس هلا ما بعرف ليش يمكن على التعب شوي هات نذكر سوا عم بتذكر والله العظيم العالم العربي ايه الله ما في عده اسماء ثلاثه او شيء يعني فيني ساعدك شو لك ابن الرشيد او شيء لا مثلا ابن الرشيد انا بعرف على حد علمي حسن سالم الصباح حسن سالم الصباح الصباح هو اللي اخترع المصباح انت جبت انه صباح مصباح ولا من وين جبت المعلومه هيك المعلومه انا بعرفها ابن سينا ممكن لا ابن سينا طيب في نهر كثير مشهور هذا النهر بيصب ببحيره تدمر شو اسمه هذا النهر نهر الفرات يعطيك العافية تاخذني على طريقه بس بلا ما اعطيك يعني على الطريق وين ما رايح تكون كيفك تاخذني على طريقه بس بلا ما اعطيك يعني بس حزتني على المويين على المويين بس حتى بلا ما اعطيك مصاري معلش شو اسمك انت يعطيك العافية كيفك نحن برنامج على الطريق لا قناة سما اخي محمود تربح معنا من شركة سالم الحمدان اعطيها هدية رمضان كريم يلا يعطيك العافية وهيك كان طريقنا اليوم بسوق الكجا نبدأ بكرة بأسئلة جديدة وطريق جديد